مشاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا وسهلا بيكم. استوديو تحليلي مباراه الدوري اليوم، النادي الاهلي يحقق فوز صعب على نادي زد بهدف مقابل لا شيء، احرزه وسام ابو علي في دقيقه 89 ويحصد ثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت جماهير نادي الزمالك كانت سعيده النهارده بفوز كبير لنادي الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثيه نظيفه. احرز اهداف نادي الزمالك زيزو احرز هدفين وناصر ماهر احرز هدف. مباراه النهارده من ضمن المباريات المؤجله في مشوار الدوري اللي هو فيه عدد كبير جدا من المباريات المؤجله، كانت مؤجله بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي فيوتشر، لكن النادي الاهلي ابتدى سعيد فوز النهارده بعد نتائج مش كويسه خلال المباراه اللي فاتت، خساره من البنك الاهلي ثم بعد كده تعادل الاسبوع اللي فات مع انبي. وفي نفس الوقت نادي الزمالك حقق فوز مهم على نادي الاتحاد السكندري بعد صعوده في الكونفدراليه وتخطي مرحله نادي فيوتشر النهارده. نادي الاهلي بعد فوزه النهارده رفع رصيده 21 نقطه، صعد للمركز التاسع ويتبقى له سبع مباريات مؤجله في الدوري، بينما نادي الزمالك فوزه النهارده ثلاثيه على الاتحاد السكندري يرفع رصيده ل 18 نقطه في المركز ال 12 وله خمس مباريات مؤجله. وما زال والنهارده برضه بيراميدز في صداره الدوري صداره الترتيب ب 29 نقطه وله ثلاث مباريات مؤجله. ترتيب الدوري طبعا في عدد كبير جدا مباريات لسه مؤجله، اعتقد خلال الفتره الجايه دي هيكون في تعديل كتير في جدول ترتيب الفرق، ولكن كل الناس تترقب بالتاكيد مباراه القمه بين نادي الاهلي ونادي الزمالك اللي هي هتكون يوم الاثنين المقبل في الدوري. مباراه اعتقد هتكون مباراه مهمه ومباراه كبيره، ودايما مباراه الاهلي والزمالك القمه دائما خارج التوقعات. برحب طبعا بزميلي ومحلل التحكيم الكبير كابتن عادل عقل. اهلا بك كابتن عمر. كابتن عمر كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع بخير. بالتاكيد طبعا احنا يعني الجزء الفني مش هنتكلم فيه كابتن ولد، كنا بنتكلم فيه احنا وعراقي والمجموعه. طبعا مباراه النهارده مباراه كانت مثيره جدا، النادي الاهلي النهارده قدر يحقق فوز بعد تعثر في مرتين متتاليتين، ولكن النهارده كان في اصرار من النادي الاهلي، ولكن نادي زد فريق كبير، فريق برضه بيحتل في ترتيب الدوري المرتبه الخامسه بيقدم عروض كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي اصرار لعيبه النادي الاهلي في الدقيقه 89 يقدر وسام ابو علي يحرز هدف الفوز. بنفس الوقت نادي الزمالك النهارده من اول مباراه الزمالك النهارده بالفعل كان يقدم افضل عروضه النهارده، عوده عبد الله السعيد واحده واحده بينزل بيرجع لمستواه، ناصر ماهر كان النهارده بيؤدي اداء ولا اروع مع نادي الزمالك. بنفس الوقت اعتقد عمر جابر بالسعيد مستواه بيغازل حسام حسن العوده للمنتخب مصر. بنفس الوقت يعني الصفقات الجديده من الزمالك ابتدت تظهر مستوى جيد، منها محمد شحاته ممكن احمد حمدي اعتقد بيقدموا عروض كويسه جدا وبيقدموا نفسهم لجماهير الزمالك بشكل كويس جدا. فوز مهم جدا للنادي الزمالك وفوز للنادي الاهلي. شايف الفوزين ازاي قبل ما نخش على التحكيم اللي هو الناس مستنيه معاك؟ هو النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي طبعا في حاله من الاجهاد، دوري ابطال افريقيا وطبعا والدوري والتوقف واللعيبه كانت في المنتخب مع كابتن حسام في ماتشين في بطوله العاصمه عاصمه مصر في نيوزيلندا وكرواتيا، فطبعا بعد كده دوري ابطال افريقيا ماتشين ذهاب وعوده مع سيمبا تنزاني، وبعدين ماتش كان في قبلهم ماتش البنك الاهلي، وبعدين جه ماتش انبي. فاعتقد في حاله من زعلانه بس النهارده لعيبه الاهلي النهارده صالحوا جماهيرهم النهارده حاله من الاجهاد يرجعوا للطريق الصحيح، حاله من الاجهاد وبرده بعض الاصابات. فاعتقد ان هو النادي الاهلي دائما يعني بيسعى ان هو الثلاثه بونت هم اللي حافظ على اللقب وعشان جدول الترتيب الدوري، لكن اعتقد لسه الدوري في مرحله السخونه في الجولات القادمه. لكن يبقى الزمالك هنا بقى علامه مهمه جدا بدا جوميز مدير الفني لنادي الزمالك بدا يبقى عنده النهارده تفوق هو النهارده تفوق على كابتن طارق العاشري، بقى عنده قراءه جيده وتوظيف جيد للاعيبته داخل المستطيل الاخضر. كمان واضح ان بقى فيه بينه وبين اللعيبه هارموني، وبالتالي بقوا فيه بيستجيبوا وطبعا بينفذوا تعليماته. اعتقد ان هو بدات بصماته تظهر، واعتقد من مباراه لاخرى هيبدا يثبت تشكيل، هيبدا جوميز يقول انا موجود بشكل جيد. لكن اعتقد دي بدايه قويه، خاصه ان نادي الاتحاد السكندري سيد البلد، واحد من الانديه الجماهيريه، ومعاه مدير فني على اعلى مستوى طارق العاشري. فاعتقد ان دي بدايه طيبه لنادي الزمالك. برضو على الجانب الاخر المباراه الثالثه اللي هي كانت المصري فيوتشر، فيوتشر كسب النهارده 2-1 مباراه مهمه ومباراه مثيره يعني، وقدر يكسب 2-1 فيوتشر وسعيد برضو الانتصارات بعد نتائج خساره من الزمالك مرتين. يغوط خروجه من الكونفدراليه طبعا، هو خسر قدام الزمالك وتعادل في الماتش الثاني بس ودع البطوله الكونفدراليه. فاعتقد ان الدوري في الاسابيع القادمه هيكون اكثر سخونه ان شاء الله.
كده كده طبعا كل الناس مستنيه طبعا اداء التحكيم النهارده. كان في اكثر من لعبه فيها كلام كتير. نادي الاهلي كان جماهيره بتطالب بهدف الفار. الحكم مساعد الحكم كابتن سمير جمال الغى هدف النادي الاهلي قبل ما احنا نسجل الفوز. طبعا في جدل كبير جدا بس الفار اكد قرار المساعد وواضح ان هو قرار كان قرار سليم وباتفاق غرفه الفار. في نفس الوقت في هدف اتلغى لنادي الزمالك لسامسون. طبعا كل الناس مستنيه طبعا الحالات دي لان كانت مؤثره وجدليه. طبعا الناس في وقتها بتبقى متضايقه لكن لما بتهدى وتتفرج بتبقى هاديه. طبعا احنا الاول بقى نتكلم في الماتشات. تقول لنا كابتن بقى التشكيل طقم الحكومات. الماتش الاول الاهلي. الاهلي الاهلي وزيد بيديره الدولي احمد امين عمر ومعاه سمير جمال واسامه السيد وكان بينما كان ابراهيم محمد حكم رابع واحد من الحكام الواعدين الطاقم معانا على الشاشه ومعمول وفي كابينه الفار وائل فرحان ومحمود دسوقي. هيكون لينا معاهم كلام كتير وائل فرحان ومحمود دسوقي في مباراه الاهلي. طبعا النهارده هو الاهلي وزيد امين عمر ده يمكن الظهور الثاني ليه او الثالث بعد امم افريقيا. عايز اقف بس عند اختيار لجنه الحكام لامين عمر النهارده في ماتش الاهلي ولاحمد الغندور في ماتش الزمالك ولمحمد عادل. طبعا يعني عايز اقول لك حاجه. الثلاث ماتشات هم ثلاث ماتشات مهمين جدا في 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 في, في الدوري النهارده. اعتقد اختيار موفق من لجنه الحكام وان كنا هنختلف امين عمر اختيار مباراه الاهلي وزيد سليم اختيار موفق. طبعا عشان احنا محتاجين نشوف امين عمر محتاجين نشوف محمد عادل تاني محتاجين نشوف احمد الغندور. خلي بالك احنا محمد عادل وامين عمر ومحمد معروف من بعد امم افريقيا ما شفناهمش كتير تمام واخد بال حضرتك. فاعتقد ده اختيار موفق منهم. سؤال حاجه كابتن في استفسار. انا كنت قابلت كابتن احمد الغندور بقول له انتم مش موجودين بقالكم فتره كبيره. قال ان لجنه الحكام عامله سيستم تصنيف ان الحكام الكبيره ما تحكمش غير الدوري والدوري طول ما الدوري واقف ما بيحكموش. طب ما تحكموا في المحترفين. لا هو ده سيستم محطوط. تمام. انت وجهه نظرك الاول كده. والله انا شايف ان رئيس لجنه الحكام يدير اللجنه بالشكل اللي هو عايزه. بس هو في حاجه بس ايوه لسه هقول لك بقى. يعني النهارده هو قعد شهر ما لعبش في مصر وفجاه جاله ماتش في افريقيا. امين عمر كان عنده مباراه سان داونز ويانج افريكانز مباراه الذهاب مباراه قويه. محمد معروف كان عنده نهضه البرخان ومعاه ابو سليم الليبي ماتش صعبه. بس النهارده لما هو يكون ما عندوش ماتشات في الدوري الممتاز هنا او ماتشات في الدوري المحلي او في المسابقات المحليه بالتالي تمام هيبقى بعيد عن الملعب. فبالتالي لما يجي له ماتش دولي او 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 قاري طبعا الاتحاد الافريقي اعتقد محتاج يعني هيبذل فيه جهد كبير عشان يظهر بالشكل المناسب. لازم اللجنه تشوف حل لهذا القرار عشان دائما وابدا حكامنا الدوليين يا كابتن عمر يبقوا جاهزين وفي الفورمه لاي مباراه واي سنه. هو السيستم اللي هو تصنيف الناس ده هو طول حياته موجود بس سري بس عامل مشاكل كتير. تمام. وانا اتكلمت فيها كابتن محمد فاروق بس طبعا هو بيقول ان هو ده قرار بريرا. وانا بصراحه شايف ان بريرا يعني انا مستغرب اتحاد الكوره هيجادله بصراحه. بس ده مش وقت. بس احنا نتكلم على الحالات الحكميه ونرجع لهم ونتكلم. الاهلي وسيد النهارده خرجوا عندنا النهارده سمير جمال حكم الدولي امين عمر اشهر بطاقه صفراء لاحمد زكي واحمد عاطف واحمد عيد من زيد ومقابل احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا من النادي الاهلي. عندنا لعبتين مهمين جدا جدا في الدقيقه 42 في الدقيقه 40 في لمسه يد على مدافع زيد داخل منطقه الجزاء. طلب لعيبه النادي الاهلي بركله جزاء على لاعب زيد ولكن هناك معايير لاحتساب لمسه اليد سواء داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. المدافع ايديه في وضعها الطبيعي ولم تقبر حيز الجسم وما هربتش من حيز الجسم وبالتالي الايد في وضعها الطبيعي بالظبط كده. كابتن عمر حد دولي يفصل يقول لك ايه لما تكون الايد هنا كده واللمسه هنا في المكان الايد في المكان ده والكره تيجي هنا لو شلنا ايديها هتيجي فين؟ هتيجي بجسمه يبقى من هنا يستمر اللعب. وده اللي عمله امين عمر والفار اكد القرار ان مفيش لمسه يد. تمام. وده قرار سليم. في الدقيقه 76 ونقف بقى عند سمير جمال يقظه وتمركز جيد سمير جمال طبعا جيد. وخلي بال حضرتك قبل ما نشرح اللعب عايزين نقول ان الركله الركنيه ما فيش فيها تسلل ولكن التركيز واليقظه بتاعت سمير جمال ان الركله الركنيه المباشره لو دخلت هدف ما فيش فيها تسلل لكن ما دام فيها تلام حصل لمس من احد اللاعبين قبل ما تروح يعني بالتالي ده اللي حصل النهارده في الدقيقه 71 احمد 76 احمد عبد القادر احرز هدف لكن كهربا كان في موقف تسلل وكان متداخل. هنا بقى اللعبه
زمان احمد العاصي جايبها لنا على الشاشه. بص حضرتك كهربا باين الاحمر اهو في هناك في بعد ما طلعت خرنا في تاتش، والتاتش الثاني بقت لعبه جديده. هو راح هناك الكهرباء سواء متداخل سواء لعب سواء كهربا لمس او ما لمس، هو متداخل والتداخل في اللعب التاثير سواء تاثير تمام بالقول او بالفعل او باللعب، يبقى ده تاثير. وبالتالي بص حضرتك هو فعلا تاثير وبالتالي تسلل سليم. سمير جمال رائع، تمركز جيد، اشار بالتسلل، والفار طبعا لازم نقف عند الفار في مباراه الاهلي وائل فرحان ومحمود دوسيه. قلنا قبل كده في لقاء مع الساده المشاهدين ان وائل فرحان من افضل الناس الموجودين في كابينه الفار، وبالتالي هي هتلعب تسلل صحيح. وبرافو سمير جمال، هي دي اللعبه الابرز في مباراه الاهلي. على العكس الحكم سليم سليم والفار سليم والفار سليم في التسلل فرحان صح؟ لا هو مميز في قرار الفار سليم وقرار الحكم في اللعبتين الاهم في المباراه. اللعبه اللي كان عايزها النادي الاهلي لكن الجزاء لمسه يد، ما فيش لمسه يد، والهدف اللي حرزه احمد عبد القادر من تسلل كان تسلل صحيح. يبقى ده برافو لامين عمر ورفاقه في المباراه، شخصيه وهدوء، ودي حاجه يعني احنا يعني بنتمنى انها تكون دائما وابدا حكامنا موجودين في الميعاد. ماتش الزمالك والاتحاد، ماتش الزمالك والاتحاد كان بيدير المباراه طبعا احمد الغندور حكم دولي وحكم كبير، ومعه احمد توفيق طلب مساعد دولي، محمد عزازي واحد من المساعدين اللي بيتصنفوا تصنيف دولي اللي هو درجه اولى، حكم بس بيصنف حكم كويس ومميز ومنطقه القاهره انا عارف كويس، ومعاه نادي الامر الدولي حكم رابع دولي بصراحه بقى المفروض، ومعاه نادي الامر الدولي حكم رابع، وطارق مجدي ومحمد سلامه برضه حكم كويس. عايز اقول لك طارق مجدي ومحمد سلامه، طارق مجدي يا كابتن عمر اول امبارح كان بيدير مباراه الاهلي وانبي يوم الخميس يوم الاثنين الماضي كان بيدير مباراه الاهلي وانبي، اوكي. هو النهارده حكم فار في مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. هنا بقى التوزيع والاختيار وكده، ده اللي احنا محتاجين اللجنه يكون عندها دقه فيه عشان تتيح الفرصه لكل الناس. يعني انت شايف ان هو كان ياخد حكم تاني غيره؟ طبعا مفيش كلام، طبعا ماشي. لكن ايه، نقف عند اللعبه الاهم في المباراه في ماتش الزمالك، عندنا طبعا ثلاث اهداف، عايز اقف عند لعبتين كمان، احمد الغندور احمد توفيق ومحمد عزازي، ومعاهم نادي الامر الدولي الحكم رابع، وطارق مجدي ومحمد سلامه في كابينه الفار. في ماتش الزمالك عندنا النهارده الحكم مع احمد الغندور كان موجود في الميعاد، عنده انذارين احمد حمدي وسيف الجزيري للزمالك، مقابل ثلاث انذارات لخالد للاتحاد، خالد الغندور وبكلي ومصطفى ابراهيم، خمس انذارات اشهرهم. اللعبه الاهم في الشوط الثاني، الشوط الاول كان في لعبه في الدقيقه 40 من عمر المباراه، احرز نادي سامسون لاعب الزمالك هدف، وكان محمد هنا بقى محمد عزازي تأكيد لكلام حضرتك، محمد عزازي اللي حضرتك قلت عليه ان هو يستحق يبقى دولي، هو اللي رفع في تسلل سامسون، تمركزه رائع ورفع في تسلل سامسون، وهي برافو عليك اهي اللعبه باينه بس حضرتك هو سابق برجله الشمال سامسون، هو ماشي معاهم لا انا بكلم على سامسون والمساعد متمركز رائع، وبالتالي تمام قرار سليم، هو عمل دي سيجنال وبعد كده اشار بالتسلل، وده اللي احنا محتاجين نقف عليه. المساعد سليم والكابتن سليم مفيش كلام طبعا وعايز اقف عند الهدف الثالث، لان الهدف الثالث برضه تمام كان فيه المساعد الاول اللي هو احمد توفيق برضه في الهدف الثالث كان فيه تداخل تمام، عمل حاجه كويسه جدا جدا جدا، هو متمركز جيد، لكن في واحد في اقصى اليمين من نادي الاتحاد مش واضح في الصوره، كان هو اللي مغطي وهو سمح باستمرار اللعب. النهارده الاثنين مساعد الاربع مساعدين انا شايفهم ماشيين بشكل كويس، سواء في ماتش الزمالك او في ماتش الزمالك والاهلي. تدي كم ماتش الاهلي الزمالك كام دلوقتي؟ 8.5 كل الطاقم الاهلي برضه 8.5، مفيش اداء، ما دام مفيش حاجه تفرق جامد، لا مفيش حاجه اثرت على نتيجه المباراه، يبقى لازم نقيم ونديهم حقهم. عندنا بقى في لعبه مهمه جدا جدا في ماتش الزمالك وفيوتشر اللي انتهى بفوز فيوتشر في الدقيقه 2 في فيوتشر المصري اللي هو فات في يوم الفيوتشر 2-1 مصري وفيوتشر اللي كان في 2-1 انتهى بفوز فيوتشر 2-1 كان في محمد علي الحكم صح؟ محمد علي الحكم ومعاه عمر فتحي ومعاه ماجد المليجي الطاقم معانا على الشاشه، ومعاه احمد حمدي حكم رابع، ومعاه محمود ناجي واحمد جمال. زي ما قلنا لازم نقول النهارده في الفار، برافو الفار في الثلاث مباريات. في الدقيقه 42 اشهر بطاقه صفراء ثانيه لحسين السيد، محمد عادل اشهر بطاقه صفراء لحسين السيد مدافع
المصري وده انذار تاني وكارت احمر وهو المفروض هو عايز ركله الجزاء. الفار استدعاه ولجنه المراجعه. هنا نقف بقى. بص يا كابتن عمر, مفيش في تطبيق القانون عناد, ما يحدث في تطبيق القانون مش عناد. يعني اللعبه ركله الجزاء على محمود شعبان لاعب فيوتشر, وعلى البنيني حسن امرون ده ركل الجزاء, الايد اليمين لمحمود شعبان ورجل اليمين ده اعاقة حسين السيد بالايد اليمين والركبة, وبالتالي هي ركل الجزاء لحسين السيد من غير انذار. لكن هو ادى اعتبرها سيموليشن, ولما استدعوه شاشة المراجعة, برافو عليه برافو عليه محمود ناجي, استدعاه شاشة المراجعة عرض له صورة واضحة جدا 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 افضل من الصورة اللي هو حسب بيها, لكن رجع هو مصر على القرار. ومن هنا نقف نقول اللعبة دي كانت النتيجة 1-0 لصالح فيوتشر, يعني كان ممكن جدا يتم احراز منها هدف التعادل. فهنا طرد حسين السيد طرد غير مستحق, وحرم المصري من ركله الجزاء صحيحه في الدقيقه 42. تمام. اخيرا طبعا بما نختم دلوقتي يا كابتن عادل, في يوم الاثنين الجاي باذن الله مباراه قمه بين الاهلي والزمالك, في طبعا حكام مصر هيدير المباراه, في كلام كتير جدا عن طاقم الحكام, في من ضمن المرشحين في ناس كتير اتكلمت عن محمد معروف الحكم الدولي, ناس كتير اتكلمت عن بدين نور الدين, اتكلمت عن اسماء كتير. اولا يعني قبل يعني انت وجهه نظرك في اختيارات الحكام, وانت وجهه نظرك الاقرب مين الاقرب لاختيار القمه؟ وانا شايف ان ده لو حصل يبقى ده اختيار موفق من لجنه الحكام. محمد معروف سريعا كده, محمود البنا تمام خاض التجربه, وابراهيم نور الدين لعب اهلي وزمالك قبل كده, و امين عمر لعب اهلي وزمالك قبل كده, ومحمد عادل اعتقد محمد كمان محمد معروف في فورمه المباريات, كمان محمد معروف محتاج المباراه دي علشان يعيد نفسه الثقه بعد اللي حصل معاه في مباراه نهضه البركان وبوسليم بالكونفدراليه في المغرب, واعتداء لعيبه بوسليم على محمد معروف. فاعتقد ان محمد معروف هو الاقرب, ولو حصل وتم اسناد المباراه لمحمد معروف هيبقى قرار موفق من لجنه الحكام والبرتغالي بريال. انت كيف ترشح محمد معروف؟ ده قرار يا كابتن, لو انت محكمتك ربنا يخليك, لو انت كابتن شوط طيب معاك طيب. شاهدوا متابعي التلفزيون يوم السابع, النهارده كنا استوديو التحليلي مباراه الاهلي وجد, والاهلي كسب بهدف قبل شيء احرز الهدف وسام ابو علي, ومباراه الزمالك فوز كبير للزمالك على الاتحاد السكندري ثلاثيه نظيفه, احرز هدف الزمالك زيزو احرز هدفين, وناصر ماهر احرز هدف, وترتيب الدوري لسه مستمر, لسه مباراه مؤجله بتتلعب, وكلنا في انتظار مباراه القمه يوم الاثنين المقبل بين الاهلي والزمالك, المباراه اللي هي تحظى بترقب شديد من جميع جماهير الكره المصريه في مصر والوطن العربي كله. نشوفكم على خير, كل سنه وانتم طيبين, وعيد سعيد عليكم.